يقول
Yeah.
نحمدك اللهم أقصى مدى الحامدين
ونعترف بآلائك كما أوجبت على المطيعين من عبادك المعترفين، وشرائف صلواتك على ذي الخلق العظيم والمجد المؤثل القديم، نخبة العالم والبيت المنيف والحسب الصميم، وعلى آله وصحبه وتبعهم إلى يوم الدين. إلى الله تعالى جزيل الضراعة في هذه الليلة المباركة، في أن تغشى رحمته وتحف ملائكته أرجاء هذا المجلس الفخيم المهيب، وأن يتفضل فيه ربنا المولى الكريم بسوابغ الغفر والرحمات وفيوض الخيرات والبركات على الملك الأبر الأبرك مولانا الحسن الثاني، الذي يعقد المجلس المبارك استنشاءً لعبق ذكراه، واستحضاراً لسخاوة نداه وعيون ما أسداه وما كان عليه من حلية الخصال ومرضي الفعال في عامر محياه، وجؤاراً بلهج الدعاء إلى الله القادر وحده على توفية الجزاء، فهو ولي الإفضال والإكرام. فقد كان رحمه الله مأرز المحامد والمكارم، وموئل المآثر والمفاخر، وملجأ الإيجاد والإسعاد. نهج لهذا البلد الأبي سداد المرتسم، وتوطدت به لمراشد إيالته مباني هذا الوطن الأشم، وانقادت لحكمات قيادته سبل الهدى في مراقي السؤدد ومعارج الرفعة والسناء، وتفتقت بملهم أفكاره أفذاذ بديعة من جلائل الأيادي ومشاهد الرفاهية ومعارض الإثمار والإنماء. فاللهم جازه كفاء ذلك الجزاء الوفير والثواب الأثير، وأنله به حظوة الزلفة لديك، وبوئه المقام العلي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذلك بيديك وأنت أهل الاستجابة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أنه قد أسدى إلى هذا البلد وأهله الإسداء المتناهي الوريف، لا تبلغ العبارة أن تناله في مشرع التعريف أو مسرح التوظيف، وحسبها أن تحفظ لمقامه المنيف شحذ عزمه ووفر حزمه في أن تستتب لهذا الوطن وحدته، وتترسخ له عزته، وتفشو فيه طمانينته وأمنته، وترفرف في عليائه ألوية مجده وفخره وسؤدده. فاللهم وأنت أكرم الأكرمين أكرم مثواه، ولقه نظرة النعماء، ورقه مراقي المتقين الأبرار، وشفع فيه كتابك الكريم، فإنه كان حفياً به وأهله، واجعله له نوراً وحجةً وبرهاناً بجميل فضلك وجليل منتك. وأسقي يا ربنا بسحائب أندائك، وطيب بعرف أشدائك جدث المغفور له محمد الخامس الملك المجاهد الهمام والمؤسس الإمام، رمز الإباء والصلاح والريادة، وعنوان المجد والشموخ والسيادة، من طاب سعيه وخبره وشهد له بالمكرمات عمله وأثره، أحله اللهم دار المقامة من فضلك، واجعل أعلام أعماله رجعاً إليه في صحائف حسناته يوم لقاك. وإنا لنبتهل إليك يا ربنا في هذه الليلة المشهودة الغراء، أن تلحظ بألحاظ عنايتك وتصون بأعين كلاءتك من ورث الخلافة الراشدة عن آبائه الملوك الأماجد المرضيين والسادة المبجلين المهديين، موصول النسب الزكي بالعترة النبوية الشريفة الطاهرة، مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس أمير المؤمنين، من وصل الطارف بالتليد وصار على مستحمد سنة أسلافه الميامين، حماية أمينة لشؤون الملة والدين، وسهراً بالغاً على مراشد التدبير وسياسة التعمير في كافة مرافق هذا البلد الأمين. في نسق من مشيد البنيان تظاهرت صنوفه وتعاضدت صروفه، ليغدو بها هذا البلد في عهده الزاهر أنموذج الاهتداء ومطمح الاقتداء
في مسارات التنمية ومناحي التثمير ومسافي الوجود الارتقاء والازدهار. فاللهم أيد أمر أمير المؤمنين وأعز نصره وأدم اللهم ملكه وسلطانه ومجده وأبق أيامه مواسم خير وفضل، بواسم بالنصر الجسيم والفتح المستديم، ملحوظاً بعين عنايتك، محفوظاً بألطاف آي تنزيلك، رضي النفس قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، مشدود الأزر بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مصوناً في كافة أسرته العلوية الماجدة الشريفة وعموم شعبه الوفي. والله تعالى المسؤول أن يديم على هذا البلد الحبيب نعمة الأمن واليمن والاستتباب في ظل عدالة سلطان مولانا الإمام وأفضال سيادته، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم ما أسبق ناصر حق الحق صراط مستقيم وعلى آله وحقه والدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تتبعتم معنا سيداتي وسادتي وقائع حفل ديني بضريح محمد الخامس، ترأسه أمير المؤمنين إحياء للذكرى 26 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. تميز الحفل بتلاوة آيات بينات من كتاب الله العزيز وإنشاد أمداح في الثناء على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وخلاله رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وبأن يمطر شأبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له محمد الخامس وينور ضريحه، كما ابتهل الحضور إلى الباري سبحانه بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. هي ذكرى يقف فيها المغاربة بكل إجلال وتقدير أمام المنجزات العظيمة التي حققها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي كان مثالا للملك المتبصر المجاهد والمدافع الصامد، الذي حفظ للمغرب على دينه وعقيدته وخصوصياته وثوابت وطنه وعلى وحدة والتئام شمله. وخلف الحسن الثاني ووارث سره أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عز الله أمره يواصل في عهده المبارك الميمون ذلكم الجهاد الأكبر المتمثل في المسيرة الإنمائية الكبرى والنهضة الإصلاحية العظمى في مختلف الجهات والأقاليم. وإلى هنا سيداتي وسادتي نودعكم وإلى اللقاء.